السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد للقناة، وطبعا بعد ما رجعنا من رمضان، كل سنة وحضرتك تكونوا طيبين، وحاليا احنا في أجازة العيد، وبرضه بنبارك برضه لإخواتنا المسيحيين على عيد القيامة. تمام. طيب، بعد ما رجعنا من الأجازات دي، احنا بنرجع النهاردة بفيديو جديد. الفيديو النهاردة بنتكلم فيه على الفرق الجوهري ما بين تقنية الـ QD OLED وتقنية الأولاد. طبعا دي بالنسبة لشاشات التلفزيون، ويمكن دول يعتبروا أكتر تقنيتين في الوقت الحالي هما بيعتبروا التوب أو أكتر تطور وصل فيه التلفزيونات. تمام. طيب، خلينا النهاردة بقى نشوف إيه التقنيات أو إيه الفرق الجوهري ما بينهم، وإيه الفرق ما بين التقنية اللي بتقدمها الأولاد، وطبعا كانت الشركة الرائدة بتاع الخاصة بيها وهي شركة LG. وبالمناسبة برضو الشركات برضو اللي بتصنع برضو أولاد غير LG، برضو حاليا سامسونج برضو بتصنع، وعندنا برضو شركة برضو باناسونيك وشركة سوني. تمام. طيب، حاليا كمان التحفة اللي قدمتها سامسونج وهي QD أولاد، وهو تطوير لخاصية الأولاد، هنتكلم عنهم بشكل تفصيلي في الفيديو ونشرح الفروقات الجوهرية، ونتمنى يكون الفيديو فيه استفادة. خلينا نبدأ سريعا الفيديو ونشوف عندنا ايه. خلينا نبدأ. ورجعنا تاني. تمام. طيب، بالنسبة للفرق الجوهري ما بين الـ QD OLED وخاصية الـ OLED، فخلينا نبدأ كده بالبداية خالص. تمام. نتكلم الأول على المصطلح العلمي، والمصطلح العلمي الخاص بالـ OLED أو شاشات الـ OLED هي Organic Light Emitting Diodes. تمام. طيب، الـ QD OLED هو اختصار لمصطلح علمي، وهو Quantum Diodes Organic Light Emitting Diodes. تمام. طيب، بالبلدي كده بقى، وزي ما بنقول بنبسط بقى الموضوع كده خالص. تمام. ايه الفرق الجوهري؟ تمام. طيب، بالنسبه للفرق الجوهري، شاشات الاولد زي ما قلنا قبل كده هي شاشات، الفكره القويه جدا فيها ان هي بتعتبر شاشات ذاتيه الاضاءه. يعني ايه ذاتيه الاضاءه؟ يعني الخليه بتنور بشكل تلقائي وبشكل منفصل. تمام. عكس التكنولوجيا الخاصة بشاشات اللاد، واللي كانت بتنور من خلال إضاءة خلفية، لا، هنا بنتكلم إن الخلية بتنور لوحدها وهي ذاتية الإضاءة، يقدر التلفزيون يتحكم في كل خلية على بعضها. تمام. طيب، بالنسبة لشاشات الـ 4K، هي بتستخدم حوالي 8 مليون خلية، طبعا عدد خلايا كتير جدا، وحاولوا إن هما يستفيدوا بيها بشكل كبير. تمام. طيب، بالنسبة للأجيال الأولى، بالنسبة للأولاد، واجهتها مشكلتين. المشكلة الأولى، اول حاجه، ان مفيش اضاءه خلفيه، فنسبه السطوع ما بتوصلش زي الشاشات اللاد او الشاشات ال سي دي قبل كده. تمام. بيبقى نسبه السطوع اقل شويه، الشاشه زي ما بيقولوا بالبلدي كده يعني معتمه حاجه بسيطه. تمام. وده نتيجه برضه الالوان بيور جدا. طيب، دي اول مشكله. المشكله الثانيه اللي قابلتها، وهي عمليه البيكسل بيرنينج اللي سمعنا عنها، وهي حرق البكسلات. تمام. طيب، حرق البكسلات ده كان ناتج عن درجة حرارة عالية جدا، هنعمل فيديو نتكلم فيه عن تفاصيله، وقدروا ان هم يحلوها ازاي. تمام. ناتج عن درجة الحرارة العالية، واستخدام الخلايا لمواد عضوية، فبالتالي عمل درجة حرارة عالية جدا في الجهاز، وبيخلي الشاشات ان هي تطبع، وده كان في الأجيال الأولى، وبعد كده بدأت المشكلة دي تتحل بشكل كامل. تمام. طيب، الفكرة الأساسية زي ما اتكلمنا، فكرة نقاء الألوان النهاردة نقدر نوصل بيه لحد 100%، 100% نقاء بالنسبة للألوان، وخصوصا الألوان القوية زي الأسود والأحمر والألوان الغامقة. تمام. طيب، الشاشة شغالة إزاي؟ بمنتهى البساطة، هي الشاشة عبارة عن بانل، البانل دي بتصدر إضاءة بيضاء. تمام. الإضاءة البيضاء دي بتدخل على السائل، السائل ده بيشتغل عن طريق الـ RGB اللي هو ريد جرين بلو، الثلاث ألوان الأساسية، الأحمر والأخضر والأزرق، ويبدأ بعد كده إن هو يشكل لنا الألوان الخاصة بالشاشة. فعندنا الشاشات الخاصة بالـ LG، وبداية الأولد خالص هي قايمة على الثلاث ألوان الرئيسية. جميل. طيب، الناحية التانية، الـ QD أولد التحفة اللي عملتها سامسونج، ايه بقى النقله بقى اللي حصلت هنا، او ليه هي الشاشات الافضل؟ تمام. طيب، اول حاجه، هم غيروا من تكنيك الشاشه. يعني الشاشه بدل ما كانت بتطلع لي في الاول اضاءه بيضاء وتعتمد على الثلاث الوان الرئيسيه، لا، هي بقت تطلع اضاءه زرقاء،
وبالتالي تستخدم السنسور الخاص بيها، سوري الفلتر الخاص بيها اللي هو الكوانتوم اتش دي ار، كوانتوم دوتس اتش دي ار. الفلتر ده وظيفته الرئيسية ان هو بيبقى موجود عليه الالوان التانية اللي هي الاحمر والاخضر، وبياخد اللون الابيض يستمده من الخلايا الاساسية اللي زي ما قلنا خلايا ذاتية الاضاءة، فبالتالي قلل من درجة حرارة الشاشة، زود السطوع بتاعة الشاشة. وكمان الفلتر اللي هو الكوانتوم ايه الاستفادة منه؟ الاستفادة منه ان هو عمل معالجة مع البروسيسور ما بين السطوع العالي والتباين بتاع الشاشة، عمل معادلة، عمل بالانس كده ما بين الاتنين، تمام؟ فبالتالي قدر ان هو يحقق لنا اكيرسي بالنسبة للصورة افضل مع سطوع اكبر، تمام؟ خلى السطوع بتاعة الشاشة تقدر توصل ل 1000 نتس و1500 نتس زي الشاشات الكيولاد والشاشات الناوسر والحاجات الجميلة دي، تمام؟ طيب الناحية التانية ال جي برضه مش هتسكت، ال جي برضه بتطور. طيب ال جي عملت ايه؟ حلت مشكلة ضعف الإضاءة، فإن هي عملت حاجة اسمها دول بيكسل، يعني كل بيكسل موجود معمول بيه بيكسل بس ضوء الإضاءة فقط، يعني بيكسل بينور وبيكسل تاني بقى بيشتغل على الألوان والدنيا والتظبيط وكل حاجة. فبالتالي بدأنا إن إحنا نشوف دنيا مختلفة خالص، تمام؟ طيب إيه اللي بيخلي الشاشات الأولاد كمان مميزة؟ أولاً فكرة الألوان النقية جدا اللي بتوصل لدرجة 100%، ودي حاجة صعبة أي شاشة تانية تحققها. فكرة الإمكانيات اللي بتقدمها الشاشة، ودايما ال جي بتتفوق بجزئية الدولبي فيجن. دولبي فيجن الناس كتير ما تسمعش عن الخاصية دي أو ما تعرفهاش. الخاصية دي فكرتها إن هي بتحقق صورة مجسمة، يعني أنا لو بتفرج على محتوى سواء فيلم أو مسلسل بقدر إن أنا أشوف مثلا البطل بتاع الفيلم أو المسلسل ده كأنه معمول له صورة بورتريه، ان هو كأنه معزول في الفيديو والخلفية اللي وراه دي معزولة، فبالتالي شايفه كأنه مجسم، ودي الدولبي فيجن للأسف يا سامسونج مش بتقدم، تمام. طيب الشاشتين، الشاشة بالنسبة لل LG طبعا بتقدم الويب او اس واللي هو يعتبر سلس جدا وسهل جدا في الاستخدام، وسامسونج بتستخدم تايزن، وطبعا عندنا التفوق القوي جدا طبعا لريموت ال LG. فده الفرق الجوهري ما بين التقنيتين اللي احنا حبينا ان احنا نوضحهم، ان هو الكيو دي اولاد هو تطور لخاصيه الاولاد قدمتها سامسونج بشكل كويس جدا، وسامسونج بصراحه ملكه السطوع، احسن شركه بتقدم لك سطوع بشكل مش طبيعي، مفيش شاشه سطوعها زي السامسونج بمنتهى الامانه يعني. ولكن ال جي برضه حلت مشكله السطوع بان هي عملت موضوع الدول بيكسل ده اللي بيقدر ان هو يطلع الاضاءه بشكل افضل، وطبعا الفلتر اللي هو بتاع الكوانتوم دوتس ميزته بان انا موجود عليه عدد كبير جدا من الخلايا، وبيقدر ان هو زي ما قلنا قبل كده بالبلدي عمل زي المصفى، بيصفي الالوان فبيطلع الالوان القويه ويسيب الالوان الضعيفه، فبالتالي بيدينا نقاء كمان للصوره افضل. فنتمنى يكون في استفاده من الفيديو، وما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب والشير، وشكرا جدا.